أنا أقف الآن على الجسر الحديدي القديم والذي تعرض إلى انهيار. هذا الجسر تم تشييده إلى جانب الجسر القديم الذي أنشئ قبل أكثر من 90 عاما. الجسر كما يبدو الآن هنا تعرض إلى انهيار فني بسبب سير عجلة، أحدى العجلات الخاصة بالمكلفة بإكمال أعمال إنشاء هذا الجسر. الحكومة المحلية في محافظة الأنبار جاءت هذا الموقع للاطلاع على هيئات الحادث، وأيضا دعت إلى تشكيل لجنة خاصة تتابع التقرير المختبري الذي جرى على إثره يعني ما جرى من انهيار هذا الجسر. كان من المؤمل أن يفتتح خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن الأعمال النهائية الخاصة به ربما يعني تسببت بانهيار هذه الأجزاء والتي تصل إلى أكثر من 45 متر جسر الفضاء الذي يقع وسط الجسر القديم وما يسمى بالجسر الحديدي في مدينة الفلوجة. اللجنة التي ستشكلها محافظة الأنبار ستتابع وعدد من أعضاء مجلس المحافظة جاءوا إلى موقع الحادث، ونحن بكل تأكيد ننتظر اللجنة التحقيقية الخاصة بانهيار هذا الجسر الذي طالب المواطنون بذات الوقت أن تكون هناك محاسبة رادعة لمن تسبب أو مع الخلل الفني في أداء وتنفيذ هذا المشروع.